إلى أهالي العسكري وللأهالي الذين صمتوا عن أولادهم وتركوهم في خدمة النظام حتى الآن ولم يدفعوهم للانشقاق عنه أو لم يسارعوا إلى استدعاء أولادهم من ثكناتهم العسكرية بأي وسيلة. نعيدهم بأننا سنقوم بتعميم أسمائهم على عناصر الجيش الحر بكل المناطق والعمل على تصفيتهم وعدم قبول أي عذر من الأعذار. وكل من يثبت لدينا أنه يرسل ولده إلى الخدمة العسكرية لدى النظام سيكون مصيره مصير ولده. عاشت سوريا حرة أبيا والنصر ثورتنا المباركة. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله.